انطلقت اليوم الاجتماعات التحضيرية للدورة 33 بعد المئة للمؤتمر البرلماني الدولي، وعلى رأسها الدورة الطارئة للاجتماع التنسيقي للاتحاد البرلماني العربي، والتي دعا إليها رئيس الاتحاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لبحث موضوع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني. قبيل انطلاق مؤتمر البرلمان الدولي من مدينة جنيف السويسرية والذي من المقرر انطلاقه يوم غد الأحد، عقد أعضاء الاتحاد الدولي عددا من الاجتماعات التنسيقية على هامش المؤتمر. الاتحاد الآسيوي عقد اجتماعه التنسيقي والذي احتوى على 4 نقاط، 2 منها حيال الإرهاب و2 آخران عن اللاجئين. وتكلم النائب خليل عبد الله حيال منظور البرلمان الكويتي حول هذا الموضوع. نتمنى أن البرلمانات هذه الموجودة، برلمانات العالم كلها موجودة، نتمنى أن تساهم بشكل فعال في حل هذه المشكلة. إذا البرلمانات مو قادرة، إذا من الذي يستطيع؟ فكما ذكرت إن شاء الله نتأمل في هذا الجانب. المستنكر ليس ما تقوم به إسرائيل، المستنكر هو سكوت الدول الثانية التي تسمح لإسرائيل للكيان الصهيوني أن يقوم بهذا الدور، هذا المستنكر. لذلك سأعتقد أن سيكون لنا دور في هذا الجانب إن شاء الله. من جانب آخر، لم تغفل البرلمانات الإسلامية والعربية عن القضية الأم لها، وهي القضية الفلسطينية، والتي دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لاجتماع برلماني عربي طارئ على هامش المؤتمر لبحث الانتهاكات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. النائب عودة الرواعي من جهته انتقد الصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات. البنود الطارئة تنقسم إلى 4 بنود طارئة قدمت من 4 دول مختلفة، بندين خاصين باللاجئين وبندين خاصين بالإرهاب وأيضا بإدارة الإرهاب. فكان النقاش اليوم على قضية اللاجئين، والوفد الكويتي ناقش قضية أن هناك مطالبة بحقوق اللاجئين وأيضا مطالبات بحقوق خاصة بمعاملة اللاجئين. لم تغب القضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، عن مؤتمر البرلمان الدولي وسط محاولات حثيثة من قبل البرلمانين العربي والإسلامي، وبحراك من مجلس الأمة الكويتي مدعوم من الرئيس الغانم لإدخاله كبند رئيسي في المؤتمر الدولي. حمد النبهان، مؤتمر البرلمان الدولي، تلفزيون الكوت.